عمليات شرطية ليلية تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر للإطاحة بمروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في الأحياء، سعيا منها لمحاربة الشبكات الإجرامية التي تمتهن بالتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الأحياء السكنية. فمن خلال مهامها اليومية تسطر مصالح أمن ولاية الجزائر عمليات شرطية ليلية تتضمن مخطط أمني عملياتي تسعى من خلاله إلى ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته حفاظا على الأمن والسكينة، ومن أجل بحر ومحاربة الجريمة من كل أنواعها من مداهمة بؤرها والنقاط السوداء. Okay.
خلاص طلعوا طلعوا طلعوا. شو ما تقدروا تطلعوا. أول قناة إلكترونية في الجزائر.